احد مشاكل ال احد مشاكل الاشخاص زيي ان هو طول الوقت حاسس ان احنا في زمن مهم. فلما بقول ده زمن مهم بعد شويه الناس تحس ما هو طول الوقت عمال بيقول ده زمن مهم. بس هو في حقيقه ان احنا طول الوقت في زمن مهم. ومع مرور الايام بتزداد اهميه الزمن او اهميه حضرتك في الزمن. اهميه وقفتك، اهميه ادراكك، اهميه استيقاظك، اهميه الصحوه اللي الرب بيعملها في روحك. لانه الزمن بيتغير. بمعنى المواجهات، تحديات الادراك بتغير التعامل معاه. وانك تستيقظ او ان روحك تستيقظ او تصحو، ده مش فكره جميله او مش فكره فقط كتابيه، لكنها احتياج ملح. رب يصنع امر في هذا الزمن مهم قوي، عشان كده المؤتمر اللي جاي مهم، عشان كده انت وانا كل حد هنا مهم. في بعض الاحيان ببص على الناس كده وهي داخل الاجتماع واحس ان الناس ماشيه محمله وناس ماشيه محنيه وناس شايله حاجات كتيره قوي، والرب بينظر دايما لينا وبيتحنن وبيشفق نظر للجموع وتحنن. فثق تماما، رب مهتم جدا بادق التفاصيل وبادق التحديات وبادق الاحمال اللي انت بتمر بيها بحياتك اليوميه. لكن زي ما هو مهتم بحياتك اليوميه، هو مهتم جدا انك تنفض التراب اليومي علشان تقف للقيمه بتاعت حياتك وراه. في حياه يوميه، ولو سيبنا نفسينا فقط للحياه اليوميه بنلف في دواير، لان الكره الارضيه بتلف واحنا بنلف معاها. فبنلف من مشكله لمشكله، من احتياج لاحتياج، من امر لامر، من ظروف لظروف. زي ما حتى في البلاد كده يقول لك كل اسبوع عندهم مشكله، كل اسبوع عندهم حاجه، موضوع طالع. تعرفوا كده في بلاد زي كده يعني؟ زي بلدنا الشارع بتاعها بيقول كده. لكن الرب مش بس مهتم بحياتك اليوميه عشان ما تنحصرش فيها، لكن مهتم بحياتك قدامه لان فيها القيمه وفيها القصد. ومش بتكلم عن الصلاه، مش بتكلمك بتصلي بالليل، ده التدين القديم اللي احنا خدنا عليه، خد خلوتك حبيبي اقرا كتاب مقدس وصلي وعيش باستقامه. ده مستوى، وده مستوى حلو قوي. بس الدعوه اللي دعينا ليها الرب مش بس كده، هي جايه من كده، جايه من معنى وقفتك قدامه، معنى صوتك قدامه، معنى روحك وجرأة روحك وصلابة روحك وإيمان روحك في وقفتك قدامه. بقالنا أسبوعين أو من أسبوع كنا بنحكي بحجم تقل الإعلان فينا، حجم السلطان حوالينا، بحجم عمق عمله وذراعه وعلاقتك معاه في الوقفة قدامه، حجم السلطان والمترون، فاكرين القياس اللي خارج منك. حكينا عن إيليا الواقف فوق الجبل الكرمل وكل الصحراء مش عارفين يعملوا حاجة لمجرد إن إيليا واقف. الرب بيطلق ولاد للرب مليانين من حضور الرب ومليانين من قيمة الوقفة. القصة مش علشان نعيش حياة فقط كده كويسة وراء الرب لغاية لما هو يجي. القصة انك بتقف هو حلمه ايه، حياتك ليها قيمة عنده اعلى من حياة يومية حتى وراء الرب. انت موجود لقصد، انت موجود لنعمه، موجود لاستخدام، موجود لان في حاجه بتحصل. شجعك لو معظمكم بتبقاش موجودين يوم الاثنين، شجعك اسمع اجتماع الاثنين اول امبارح، اسمعوا في الموقع، اسمعوا على اليوتيوب. زي ما يكون عارفين في المدارس يقول لك في كتب لو تحب تقراها، لكن في كتب لازم تقراها، لازم تسمع اجتماع الاثنين اللي فات. مش بعمل دعاية، مش ببيعه، تسمعوا على النت. لكن 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 أنا قلت هذا التعبير في أول اجتماع يوم الاثنين، ده أهم اجتماع في هذه السنة. ليه؟ لأنه في المعنى الأساسي الكتابي، كله من كتاب مقدس، في المعنى الأساسي الكتابي لدورنا من هنا فطالع، من هنا ورايح.
تسنية تسعة. تسنية تسعة من الإصحاحات، لو أنت بتحضر معنا من زمان، تسنية تسعة من الإصحاحات المحورية كانت في مشوار ربنا معنا في الخدمة. أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك، مدن عظيمة محصنة إلى السماء. دايما دعوة الرب الحاجة أكبر منك، دايما دعوة الرب ما تقدرش تعملها لوحدك، دايما كلام الرب ليك أكبر من مقاسك دايما. هذا الموسم، أوكي، بقول موسم، بقول زمن، بقول أوقات، معناها النهاردة. يعني هنا بيقول هذا اليوم، أنت اليوم عابر الأردن. اليوم لا تعني النهاردة الأربع، يعني اليوم يعني تعني المرحلة اللي احنا فيها. المرحلة اللي احنا فيها مش معتمدة على مشاعرك. لو هتعتمد على مشاعرك بتفضل تدور بتحاول تحصل القطر اللي ابتدى يخرج من المحطة رايح مشوار روحي في كنيسة الرب لاستخدامات الرب في الزمن اللي جاي. عارفين القطر أول ما بيطلع بيطلع هادي شوية، بطولات المصري تسيب الباب مفتوح علشان اللي مجاش في المعاد يطلع يجري وإيه وإلحق القطر. فإلحق القطر، ده عنوان الموعظة النهاردة، إلحق القطر. هذا الموسم في ترقية لدخول أماكن لم ندخلها من قبل، مش فقط انتصارات لم تنتصرها من قبل، مش فقط ان ظروفك تبقى احسن، وان كان انتصاراتك وظروفك مضمونة انها تتغير في وقفتك الحقيقية في قصد ربنا. هو قال لنا كده، انا بذكرك بس انا بانهد بالتذكرة ذهنك النقي. هو قال اطلب اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها كلها اللي حانية كتافك، اللي موطية إيمانك، اللي ملخبطة مشاعرك وأحاسيسك ومخلية الحياة بتدور عادي في حياة البعض. الحياة مش عادي على الإطلاق في الزمن الجاي. لو أنت بتعيش عادي، فاكرين شمشون قالها إن حلقت، لو حلقوا خصل المسحة اللي على راسه، إن حلقت أصير كأحد الناس أبقى عادي. حالك مش عادي، ومش مدى أنك تعيش حياة عادية. العادي بيخليك تلف. العادي لما بقى شمشون عادي ألعوا عينيه، يعني أفقدوه الرؤية وذهبت عنه قوته، وصار يطحن كالنساء في بيت داجون. يعني ابتدى يلف في الطحونة، ده الحياة الطبيعية، بيلف في الطحونة، بيلف في الطحونة، فقد الرؤية، فقد القوة، فقد القيمة. بس الآن على حياته دعوة، تقروا هذا التعبير الجميل، بدأ شعر رأسه ينبت. مش بيتكلم على شعر الرأس الطبيعي، وإلا كان كل الناس صدقت، لكن بيتكلم عن استرداد المسحة في الحضور الإلهي حتى لو أنت فقدتها. وبالتالي ببساطة الحياة العادية مش أوبشن، مش وارد. والحياة العادية بتخليك تلف تطحن وانت فاقد الرؤية، وده اللي مش دعاك ليه الرب. وشجعك من فضلك ما تعملش كده، من فضلك ما تعملش كده. في بعض الأحيان من كثر الصلوات أو طلبات الصلاة اللي بتجيلي بحس، يعني في ناس الأمور بتتكرر في حياتها، بحس بقى خلاص يا رب، يعني خلاص الأمور بتتكرر في حياته خلاص. كان الحاجة اللي بتتحط جوايا، انت بتقول خلاص انك محدود، بس انا ما بسيبش حد ورا. هو بيقول انا ما بسيبش حد ورا، فما ينفعش انك انت تقول خلاص الموضوع بيتكرر في حياة بعض فخلاص. كأنه بيقول انا ما رميتش طوبة حد. فاهمين المعنى؟ فلو انت بتلف في نفس الحتة، ربنا ما رماش طوبتك. ليه؟ لأنه عايزك تلحق القطر،
عايزك تلحق القطر من كل حياة عادية، عايزك تلحق القطر من كل صورة. عارف بتكلم عن الحياة العادية ايه؟ مش بتكلم عن الحياة الخطية، الحياة الخطية امرها سهل وورد بسهولة، انت بتتنفد وبتقف. انا بتكلم عن الحياة العادية يعني ان هو انت بتحب ربنا، بتحضر اجتماعات وبتروح البيت وبتعيش عادي وتحضر اجتماعات كل اسبوع، ده العادي، هو ده العادي، وانت مش مدعو الحياة زي كده. تمدوا الحياة أسمى من كده، أعلى من كده، فيها الوقفة اللي فوق الجبل، فيها إيليا العمالين بنحك عليه يوم الاثنين، فيها الوقفة اللي فيها تأثير في الأحداث زي اجتماع الاثنين اللي انت هتسمعه، لازم تسمعه، ده أساسي، الامتحان هيجي منه. ليه؟ لأنه في حاجة أعلى في من قلب الرب على حياتك، في حاجة أعلى من قلب الرب على حياتك بتحصل فين لما بتقف قدامه، لما بتعبده وبتسبحه زي ما كنا بنعمل من دقايق، في حاجة بتنسكب من قلب الرب على حياتك، لأن في مقاصد إلهية. تسنية 9، خليني أكمل. أنت عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوب أكبر وأعظم منك، مدن عظيمة محصنة إلى السماء، قوم عظام وطوال، بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف وجه بني عناق. هذا أصعب مننا اللي احنا داخلين عليه، أكبر مننا. فبعض الحين لما بقوله وبتكون أرضك مش معدة إنك إنها تسمعه، بيقع ملوش قيمة. ليه؟ لأنه عالي قوي، ملوش، كأنه في حتة تاني وانت في حتة تاني، فما بتتقابلوش مع بعض. عدد الثلاثة، فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك، الرب إلهك هو العابر أمامك، نار آكلة يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم. كل المواجهات بتاعتك تتحسم بسهولة. ليه؟ لأنك قررت أنك تخرج. إحنا في سلسلة في هذا الاجتماع اسمها إكليسية أو صحوة الإكليسية، الكنيسة اللي بتخرج، كنيسة بتدرك أنها مش بتلف وبتطحن مع شمشون الفقد عينيه، لكن الكنيسة اللي بتنتفض من التراب علشان تصنع أمور الرب. وأول ما بتخرج الرب العابر أمامك ده بيحسم كل أمورك، تطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. فكل الوعود تبتدي تحصل أول ما تخرج، أول ما تخرج من الدوران العادي. يعني كأني عايز أنزل واحد جنب واحد واحدة وأقول له بص حبيبي، في حاجة جديدة، فغير هدومك، إيه على القميص ده ولبس قميص تاني، في حاجة جديدة، غير الشكل المعتاد بتاعك في الحياة الروحية حتى في الحياة الطبيعية. أنت مش مادة أنك تكون طبيعي، الطبيعي بتاعك بقاله 10 سنين 20 سنة، جاء وقت أنه يتغير، جاء وقت انه يتغير. يعني مش بدعوك للتغير، هو هيغيرك هتشوف حالا، بس هو جاء وقت انك تتنفض وتدرك ان في اكتر من كده. وده الموسم بتاع حد الزمن بتاعها قبل ما نكمل 16 وما بعدها، في موسم كنت فاكرين لو كنت موجود في يوم بتاع نهاية هذا السنة، حكيت انه من نهاية 3 في وقفة محددة من اجل توقيف امور ابليس عايز يعملها في العالم، حروب وحرائق. فاكرين لو كنت موجود؟ لو ما كنتش موجود اوكي انت قلت اسمعها، بس الامتحان جاي من الاثنين اللي فات. فاول ما بتخرج في حاجه بتتحسن في حروبك، اول ما بتخرج في حاجه، اول ما بتقرر تخرج من المعتاد، انا مش عايز اكون شمشون فقد الرؤيه فقد القوه بطحن كل يوم. لا تقل في قلبك، على 4، لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك، لأجل بري أدخلني الرب، لأني كنت حاسس أنك كويس، لأني كنت بعمل حاجات كويسة، لأني كنت بحضرك في معلى 4، لأمتلك هذه الأرض. عدد 5، ليس لأجل برك، ليس لأجل برك. الموضوع مش معتمد على مشاعرك، الموضوع مش معتمد على أحاسيسك، الموضوع مش معتمد على، معتمد على النعمة، معتمد على تصديقك في النعمة وتصديق ان ده الوقت. بصوا في ازمنة ايمانك هو اللي بياخد، في ازمنة ايمانك هو اللي بيضع المسؤولية او الطلبة في السماء لكي تستجيب السماء بسبب ايمانك. وفي ازمنة السماء بتمطر حتى لو انت مش مصدق. في ناس هزت راسها، انا بحمد الرب من اجل كل من اجلهم. ففي ازمنه يجب ان يكون جواك ايمان، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه، ده طبيعي. لكن في ازمنه والايمان بيضع الطلب، بينشر الرسائل امام العرش
من أجل أن تستجيب السماء للأرض. في أزمنة تانية السماء بتمطر حتى لو أنت مش جواك إيمان. ليه؟ لأن ده الزمن في قلب الرب أنه يعمل كده. الحقيقي في الاثنين، إن كان زمن إيمانك هو اللي بيخترق أو زمن الرب هو اللي بيفتح، الاثنين هما النعمة. لو رب عمل من غير ما أنت تصدق هي نعمة، لو رب عمل أنك جواك إيمان هو أصلا الإيمان بالنعمة، أنت بتصدق أنه هيسكب بالنعمة. في تثنية 9 هو بيتكلم عن حاجة زي كده، حاجة زي إيه؟ زي أنه يقوم ساكب حتى وانت مش مصدق. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك الأرض، بل لأجل حاجتين، لأجل أن الرب عايز يعمل كده للواقفين قدامك لأجل اسم أولئك الشعوب، ولكي أنا في عدد 5 ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب به ومن أجل العهد. إذن حاجتين بيخلي الرب يعمل حاجة حتى لو انت مش، ليس لاجل برك، لاجل انه ينجح زمن انه يحسم مواقع معينه، ونمره 2 بسبب العهد. فلا تقل لاجل برك، خليني اقول اعكسها، لا تقل انا مش حاسس بحاجه في الزمن ده، امن بكلمه الرب النبويه فتفلح. يهوشافاط قال كده، آمنوا بكلماته النبوية فتفلحوا، آمنوا بالرب فتأمنوا، وآمنوا بكلماته النبوية فتفلحوا. صدق ما يطلق في أجواء هذه البلد وفي أجواء هذا الزمن، إن جاء الزمن في وقفتك أمام الرب إن رب بينقل حاجة في حياتك. لما بينقل بيسكب هذه النعمة على حياتك بيغير قداستك. اوعى تفهم الكلام اللي قلته إذن القداسة مش مهمة، أنا أتغير مش مهم، ده مهم جدا. بس ده بيحصل ازاي؟ بيحصل كثير لما الرب يقوم متحرك امامك كنار اكله، يقول لك ده موسم انا متحرك والقطر بيتحرك. فايه الحالات؟ طب انا مش محضر شنطتي، مش مهم. طب هلبس ايه؟ انا هلبسك. طب انا مش جاهز اعمل حاجه، الحق القطر بس. الحق القطر بس ليه؟ لأن في القطر في تسديد لكل حاجة في حياتك، في تاريخك، في خبراتك، في كل حاجة، في حاجة بتحصل. لكن مهم جدا أنك تتحرك من مكانك. لما تخرج أبيد هؤلاء الشعوب من أمامك. يا ريت الحركة تقف تماما، كان ورا ولا قدام. فبيأتي زمن وإحنا في هذا الزمن الرب بيعمل حاجة حتى لو أنت مش شاعر، وبيقول لك ببساطة القطر بيتحرك حتى لو أنت مش شاعر. اركب الحتة اللي فيها خروج من نفسك، لأن في صحوة لهذه الإكليسية لإمكانيات مختلفة. فالآية اللي كنا بنصليها وإحنا بنصلي دلوقتي، يفتح لك الرب كنزه الصالح الإيه؟ السماء. يعطيك الرب كنزه، يعطيك السماء. احطها لكم على الشاشه، تسنيه 28، احطها لكم على الشاشه، تسنيه 28:12. يفتح تسنيه 28:12، يفتح لك الرب كنز الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه. شاعر أو مش شاعر، الرب يقوم فاتح كنز الصالح. كنز الصالح هو إيه؟ ده تعريف جديد للسماء. السماء هو كنز الصالح ليك. تقول لي لما روح السماء ده، أقول لك لما تروح السماء كل حاجة تبقى حلوة، أنا عارف. بس هو بيفتح كنز الصالح السماء عشان ينزل السماء فين؟ هنا. يفتح لك الرب كنز الصالح السماء عشان يعطي مطر أرضك. طب افرض أنا مش متشجع الأيام دي، هتمطر. لأن مش بيمطر عشان أنت متشجع، هو بيمطر لأن ده موسم المطر.
انتوا كويسين؟ انتوا فاهمين عايز اوصل لايه؟ في حاجة بتحصل في حياتنا مش معتمدة على مشاعرنا وأحاسيسنا، والأيام دي أنا متشجع، الأيام دي أنا مش متشجع. في لما عينيك بتترفع أنت بتحط نفسك في مكان الاستقبال. البعض هنا ما بيحبش الطريقة دي في الحياة الروحية. يعني أعمل إيه بالظبط؟ بقابل ناس جميلة زي كده قوي. يعني أعمل إيه بالظبط؟ في ناس بتبدل الكراسي، يعني طب ما انت موجود في الكرسي، خليك في الكرسي، ايه رايك؟ كل كراسي هنا مريحه درجه واحده، ما فيش درجه اولى درجه ثانيه. فامطار الرب تنسكب على ارضك لان ده موسم امطار. تقول لي اعمل ايه بالظبط؟ اقول لك اولا خطوره سؤال اعمل ايه بالظبط، دي خطوره سؤال، ان هذا السؤال بيدخلك على شجره معرفه الخير والشر. ليه؟ لو قلت اعمل ايه بالظبط انت بتحط نفسك في لازم تعمل، وبتحط نفسك في انك لو ما عملتش مش هيحصل، فبتحط نفسك في شجره معرفه الخير والشر. تقول لي يعني ما اسالش اعمل ايه بالظبط؟ اقول لك لا، هو اتيتيود، هو اتجاه في قلبك. اعمل ايه بالظبط؟ دي ده اتجاه بيطلع كده وبحسه اول ما حد يقوله لي. تقول لي طب في حاجه مطلوبه مني؟ اقول لك في حاجه مطلوبه منك، مجرد اعبد. طب لو ما عبدتش؟ اقول لك اوعى تاكل ما عرفتش خير وشر. بس عارف لو ما عبدتش ازاي ما بتقولوش بحبك؟ هو انت بتحبه؟ قولها له. ولو بتقول له بحبك، لانه ممكن حد يبقى في ذهنه اعبده، يعني اعمل مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه. لا يا حبيبي، في 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 لحظاتك، في مواصلاتك، في اكلك، في شربك، في نومك، طلع الجمله دي بحبك. العباده مش 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 يهوديه. العباده حب بيطلع بتلقائيه من قلبك بالروح القدس ليه. فمش لازم يطلع في أجواء معينة بشكل معين. لما حنة كسرت هذا الشكل المعين أخذت صميل. لما حنة كل سنة كانت بتصلي بالشكل المعين ما كانتش بتاخد حاجة. لما بتعبد بتلقائية بتاخد. قلت له أنا بسكب نفسي قدام الرب، كلكم عارفين. فقال كده أنا بأعطي المطر في حينه. يفتح لك الرب كنز الصالح السماء. السماء هو الكنز الصالح بتاع الرب اللي عايز يديهولك من هنا. كنز الصالح السماء. ليه؟ مربوط لانه بيدخلك على حته مجيده مليانه مجد. خليني اخش كل ده مقدمه. الرب يرفع مستوى التكليف في هذا الزمن، فبيجي لحضرتك كانك موظف في شغل وبيقول لك انت، انا هرفع مستوى التكليف، انت هتعمل حاجات اكتر من كده. او رد فعل ما اقدرش، وربي هو مبتسم يقول لك ما انا عارف. تاني رد فعل انا ما عنديش صلاحيه، فيقول لك انا هرفع مستوى الصلاحيه انك تعمل. فربي بيرفع مستوى التكليف، فبيرفع مستوى النعمه، انه يحط على حياتك امور من النعمه من السماء. يفتح لك الرب كنز صالح السماء، ويوم حاطط في جوفك وحاطط في روحك الداخليه امور جديده من الصلاحيه لتعمل التكليفات الجديده اللي هو بيحطها. كأنه قائد جيش بيجي للضباط بتوعه، وبيجي للضابط لسه نجمة واحدة، ويطلب منه حاجات أكتر من مستوى النجمة، فيقول له ما أقدرش. يقول له أنا دايما دايما هطلب منك حاجات ما أقدرش تعملها. يقول له بس أنا ما عنديش الصلاحية. يقول له هزود نجمة. طب اللي تطلبه مني ده على مستوى أكتر من نجمة، هزود نجمتين. طب انت تطلبوا مني ده، اوكي حط نسر. خدتوا بالكم؟ انا قلت التعبير ده قبل كده. خدتوا بالكم ان كل الحاجات اللي بتتحط كلها حاجات سماويه، نجوم ونسور وسيف. ايه الحلاوه دي؟ عايز ايه على كتافك؟ محتاج ايه على كتافك؟ وكل حاجه هحطها على كتفك هي بتحمل ترقيه، بتحمل بركه، بتحمل سلطان، وبتحمل تكليف.
والرب يعدي في زمن مثل هذا وعايز يزود حاجات على كتافك، وكلها حاجات سماوية، يا اما نجوم يا اما سور يا اما سيوف. بيسكبها بالنعمة، مش بيسكبها لأنك تستحق، مش بيسكبها لأنك في الوقت اللي فات كنت حاسس إنك كويس، بيسكبها لأنك تقف قدامه تقول له بحبك، يعطي مطر في حينه. رب هو اللي عابر أمامك، وأول ما بتخرج قدامه وتلحق القطر في ترقية، بتخش القطر بنجمة، بتخرج من القطر بنسر. ليه؟ في حاجة بتحصل في حياتنا في هذا الزمن، لأن هو بينزل أبطاله. أنا عمال بقولها في هذا الزمن كتير، بينزل أبطاله إلى وادي يهوشافاط. انزل رب أبطالك. رب ينزل أبطاله في الشرق الأوسط، رب ينزل أبطاله في مصر. شمشون اللي بيعمى، اللي بيطحن في في بيت داجون، بيت داجون ده بيت إله، إله وثني، إله آلهة الأمم الشياطين. لما بتعيش عادي أنت بتلف في بيت الشيطان، لكن اول ما بتنتفض من نفسك زي ما انتفض شمشون، بس انت احنا في العهد الجديد، اول ما بتنتفض من نفسك وتلحق القطر او الترقيه اللي رب يعملها، انت بتتغير من مرحله انك مقيد في بيت وظروف وارواح شر شغاله وبيتنا واللي حاصل فينا، الى الحته اللي فيها تكليف الهي. تصور ده اللي قالته حنا، اخذنا من المزبله واجلسنا مع شرفاء الشعب. الفجوة كبيرة جدا، فكتير لما أقولها لك تحس إنه أنت بتقول أنت مش واقعي، أنت مش عايش معانا. بس ربنا مش واقعي ومش عايش معانا، هو عايش معانا بس مش عايش على مستوانا. حد فاهم ها؟ هو مش عايش على مستوانا، وربنا مش واقعي، لأن ربنا هو الطريق والحق والحياة. ما فيش كلمة واقع في القصة. مش قال أنا الواقع، قال أنا الحق، أنا الطريق، أنا الحياة. فيجعل الواقع بتاعك ويغير. ليه؟ لأن في حاجة حقيقية، أنه بيرفع مستوى التكليف للدعوة في هذا الزمن. وما ينفعش أكمل عادي، لأن العادي هو الأعمى فقد القوة اللي بيطحن في بيت إبليس. برجع وبعد كده برجع أتكلم، لانه اوكي في نقله في التكليف، ولان في نقله في التكليف ففي نقله في الودائع اللي بيحطها، في الحاجات السماويه اللي بيحطها على كتفك. وكل ما ازداد تكليفه على حياتك، مش مسؤوليتك، هو مسؤوليته هو. والتكليف في هذا الزمن بيزداد على الكنيسه في مصر. التكليف في هذا الزمن بيزداد على الكنيسه في مصر. والكنيسة في مصر دي مش موجودة في مبنى. الكنيسة في مصر دي موجودة في الشارع وفي الشغل وفي بيتك. الكليسية بتاعت الرب في مصر، كلكم عارفين بقى، مش هقعد اكرر كل مرة، بس الكليسية هي الجماعة الخارجة من الواقعي والطبيعي عشان تبقى في الروح لكي تحكم. ده تعريف الكليسية، تعريف كلمة كنيسة. فكلمة كنيسة مش مبنى، كلمة كنيسة مش حجارة، كلمة كنيسة مش مؤسسة. رب ما جاش يعمل مؤسسة اسمها كنيسة، جاه يعمل قوة روحية اسمها إكليسية، اللي هي أنت. لأنك خارج، لأنك خارجة من الطبيعي وراه. ولأن في تكليف أعلى على بلدنا، رب يسكو هذا التكليف على الكنيسة عشان تقف فيه في الزمن اللي جاي. تقول لي بس انا عندي امور، زي ما كنا بنحكي يوم الاثنين، انا عندي امور الخاصه، انا عندي مش عارف ايه. حبيبي، اول ما بتقف في التكليف الالهي بتاعك، امورك الخاصه بيتم، صدق بقى، صدق سمعتوها من زمان، صدقها بقى، بيتم التعامل معاها، بيتم رب مهتم جدا بحياتك اليوميه، بس هو لم يدعوك لحياه يوميه بتطحن فيها في زي النساء في العهد القديم في 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 في, في بيت داجون، بتلف في دوائر الطحين. رب دعاك لحاجة أسمى من كده، دعاك فيها سهم، فيها نسر، فيها أسد غالب، في حاجة مختلفة. تعرفين أن العالم بيميز أحد المجلات العالمية على الصفحة الأولى، لأن حد ياخد مجال الصفحة الأولى بتاعته ده في المجلات العالمية، ده حاجة قوية قوي. فالصفحة الأولى كانت عن مصر الأسبوع اللي فات. إيه العنوان اللي موجود على الصفحة الأولى؟ مصر
حيث تاريخ العالم يتحدد. مجلة سياسية ملاش دعوة بأي حاجة، بس زي ما يكون ربنا بيقول لي يا أعمى أنا بحطها لك في وشك، أنت مش شايف؟ هتفهم حاجة؟ إحنا ما بندركش، إحنا بنعيش الحياة العادي ماشيين في الطحين. ليه؟ قلعوا العينين بتاعتنا، أفقدونا القوة، وماشيين بنطحن في بيت دجون. والعالم بيقول لك مصر حيث تاريخ العالم بيتحدد. واسمع بقى أو الجملة دي بصورة روحية لو سمعتها من فم الرب، الإكليسية بتاعت مصر فيها في 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 تاريخ بيتحدد من خلال إكليسية مصر. أحد رجال الله في بلد تاني خدمته قوية وكبيرة وبنحبها وبنحترمها وكل حاجة، فأحد خدام، أنا بحكي معاك، أحد الخدام في مصر كان بيتكلم معاه، أو حد من الخدام في مصر كان بيتكلم معاه، فبيقول له ليه عندكم في البلد، في البلد بتاعتكم وفي الخدمة بتاعتكم المسحة دي قوية قوي ومش عندنا في مصر؟ فالراجل اللي عمره ما جاء مصر، ما ظنش أنه بيتابع الخدمة في مصر، قال له بس أنتوا عندكم في مصر حاجة مش موجودة في العالم كله. قال له إيه؟ قال له الحكمة لقيادة العالم. أول رد فعل لينا بقى في الناموس ده مصر مزج فيها روح غي وغباء عارفين ليه؟ لأنهم بيقلعوا عينيه وضعف قوته عشان يطحن في بيت دجون الشخص المدعو أن يكون قائد. الكليسية المدعوة أنها تؤثر في العالم اتقلعت عينيها وفقدت قوتها وعادت تطحن في بيت دجون. أول ما الكليسية دي بتخرج، أول ما الكليسية دي قال وانت خارج كده كل هؤلاء يحسمهم لك الرب، أول ما الكليسية دي بتخرج بتقف في المكان الدعوة بتاعها. بس بحكي لكم قصص حصلت خلال الأسبوعين اللي فاتوا، لمجرد أنك تدرك أنه مش أنا اللي بقول، ولا بقول لك وإن كان ده حقيقي روح الرب بيتنبأ على مصر بالطريقة دي، لكن بقول لك ده حتى العالم ابتدى يشوفها، حتى العالم ابتدى يقولها حمار بلعام نطق. أخبار الأيام التاني، أنتوا كويسين؟ أخبار الأيام التاني 6. فببساطة لأن الزمن مهم الرب بيعدي ويقول لك أنا برفع مستوى التكليف في الإكليسية بتاعته. لما بيرفع مستوى التكليف بيحط حاجات على كتفك، الحاجات دي كلها سماوية زي النجوم والنسور والسيوف. لما بيحط الحاجات دي بيودعها جواك، ففي ارتفاع في مستوى الحضور الإلهي اللي انت بتسكن فيه، ارتفاع لمستوى الودائع اللي هو بيحطها جواك، وارتفاع لمستوى السلطان بسبب الودائع اللي حطها فيك. فبيعدي يحط في روحك كأن بقى مش على كتفك الخارجي لكن على كتافك الروحية أو على جدران نفسك الداخلية، وده اللي هنحكي فيه في المؤتمر اللي جاي مش بكرة، الخميس اللي وراه. فبيحط هذه النسور والنجوم والسيوف في داخلك. ليه؟ لأنه رفع مستوى التكليف، فبيرفع من مستوى الودائع لأنه بيرفع من مستوى السلطان. لهذا السبب في هذا الزمن توقع زيارات بالروح القدس في أوضتك، في سجودك، في قرايتك الكتاب المقدس، في وقفتك في الأوضة كده وانت رافع إيدك، توقع زيارات من الروح القدس غريبة، توقع أعماق لم تختبرها من قبل جواك وانت واقف في أوضتك رافع إيدك، لأن الرب عايز يعمل زيارات في الأوضة، الرب عايز يعمل زيارات في سجودك، الرب عايز يعمل في زيارات الوقت بتاعك.
فالحاجات اللي بتعملها في البيت عادي غير النظام في هذا الموسم، غير للأندموسم حيمطر مش لأجل برك، حيمطر في الأوضة، حيمطر في الخلوة، حيمطر في وقفتك، المنظر بتاعك كشخص واقف في الأوضة ورافع إيده ورب يزور بنيران ويحيط بيك بنيران حتى لو أنت مش حاسس. ده زمن زيارات خاصة بطريقة معجزية. أؤمن أنك هتشعر بنيران في أوضتك، أؤمن أنك هتحس أنك هتخش في الروح في أوضتك. الأسبوع اللي فات هنا كنا بنحكي كنت في الروح وأنا في الروح، هتخش الأعماق أكتر في الروح في خلوتك في الزمن ده. ليه؟ لأن في هذا الموسم في التاريخ بتاع الرب، الرب ينزل أبطاله، لأن مصر لازم تصنع التاريخ فبيزود التكليف. تقول لي هو الجملة من اجتماع الاثنين، تقول لي بس ده أنا عندي، ده أنا بنتي مش عارف، ده أنا أصلا، ده أنا مش عارف. لو وقفت في مكانك، أنا مش بطلب منك غير أنك تقف في مكانك تقول له أسكب اللي أنت عايز تسكبه في حياتي يا رب في هذا الزمن. مش بطلب منك أكتر من كده، مش بطلب منك مبدئيا أنا مش بطلب أكتر من أنك تقوله بحبك، أنا عايزك تسكب اللي فيه، أنا عايز أعيش القصد والدعوة، مش عايز أطحن في بيت داجون، عايز أقف قدامك وأقول اللي أنت عايز تقوله. وأقول اللي أنت عايز تقوله دي هتجرجرك في حتة كبيرة أوي، بس مبدئيا انا عايز اقف قدامك. اعمل في روحي واعمل في عينيا واعمل في ذهني كل اللي انت عايز تعمله في هذا الزمن. انا واقف استقبل، بحبك، بحب حضورك، وشوف ربنا هيعمل ايه. اخبار الايام التاني ايه؟ في ايه بيحصل في اخبار الايام التاني؟ ده سليمان، والرب جاء على سليمان. داود قال كده، سليمان ابني هذا غض، يعني ده الواد الايه، مش بس الصغير يعني الضعيف، يعني مش اقوى الولاد، يعني مش اقوى العيال. ابني هذا غض، ده تعبير داود عن سليمان ابنه. بس الرب يوم معدي على الابن الغض ويقول انا هزود التكليف، انا برفع التكليف عليك. شايف مملكه داود؟ يقول له ده مملكه داود دي كل حاجه، مملكه ابويا دي كل حاجه. قال له بسبب مملكه داود في نعمه على حياتك، بس عارف ان مملكتك مملكه سليمان المسؤوليه اللي عليها اكبر بكتير من مملكه داود. تقول له ده، يقول له ده انا غض وابويا ده كان محارب، ده انا انا عندي اخوات كتير منظرهم صعب، وابويا ده داود ده كان غير عادي، ده كتب كل المزامير ده. رح بيقول انا برفع عليك مستوى التكليف، ولأن مستوى التكليف بترفع حصل اختبارات كتيرة في أخبار الأيام التاني مربوطة بالحضور الإلهي. لأن لما بيرفع مستوى التكليف زي ما هو بيطالبنا في هذا الزمن برفع مستوى التكليف، هنختبر اختبارات جديدة لم نختبرها من قبل. الحقيقة دي حصلة في هذا الزمن، حصلة في زيارات روحية، حصلة في هذه البلد، في بلدنا قوية جدا. أخبار الأيام التاني، عمال بقول أخبار الأيام التاني مش كده؟ إصحاح ستة ومن الإصحاحات الطويلة في كتاب مقدس اللي فيها سليمان بيصلي. حينئذ يبتدي كده، حينئذ قال سليمان، قال الرب إنه يسكن في الضباب، مش معنى يعني يسكن في السحاب، يعني لما جاء السحاب وابتدى يصلي كل حاجة. بمجرد بيخرج اللي جواه بيقول لو عملنا كده انت تبقى موجود، عملنا كده تسمع انت من السماء، بيربط السماء بالارض كل حته، يقول لك لو عملنا كده انت السماء تقوم جايه، لو عملنا كده السماء تقوم جايه. ده اللي كان بيعمله كل صح طويل حوالي حاجه 40 ايه. فدي صلوه واحده صلاها سليمان في الهيكل، في بدايه الهيكل خالص بعد ما دشنوا الهيكل، وملخصها ببساطة لو عملنا كده خلي السماء تيجي، لو عملنا كده خلي السماء تيجي، لو اتحاربنا خلي السماء تيجي، لو خرجنا للحرب خلي السماء تيجي، لو الدنيا اتكعبلت في أي حاجة خلي السماء تيجي، فاسمع أنت من السماء. التعبير ده متكرر طول الوقت في الإصحاح، فاسمع أنت من السماء. بص على آخر آيات عدد 39، فاسمع من السماء من مكان سكنك صلاتهم وتضرعاتهم واقضي قضاءهم، اغفر لشعبك. على 40، الآن يا إلهي لتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتين لصلاة هذا المكان. الآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك. في تناقض هنا؟
انت جمال عربي ده يا مرسي. عمرك تقول لحد قوم عشان ترتاح؟ قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت عزك. عدد 41. الآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت عزك. كهنتك أيها الرب الإله يلبسون الخلاص. أتقياءك يبتهجون بالخير. أيها الرب الإله لا ترد وجه مسيحك. أذكر مراحم داود عبدك. لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء أكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. لما يستطيع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. كان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت خروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. تعليق صغير في العبري في فرق ما بين خروا وسجدوا. لما تراها عدد 3 ورايا موجود شايفينه. كان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت خروا. ده مفعول به يعني فعل بهم. خروا ده مش بإرادتهم. على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا دي بإرادتهم. ففي ناس خرت غصب عنها وفي ناس سجدت بإرادتها. بس الاثنين انحنوا للسحابة. أوكي؟ ده تعليق جانبي صغير يعني. لأن مستوى التكليف على سليمان مربوط بالأمم. لأن مستوى التكليف على سليمان مربوط بمملكة. لأن مستوى التكليف على سليمان مربوط بشعوب وأمم. فمستوى الحضور في سليمان أعلى جدا من داود أبوه. وسليمان بينطق هذه الكلمة. الكلمة دي ما جابهاش من نفسه. الحقيقي هو جابها من أبوه. لكن سليمان بكل وضوح بيقولوا أنا صليت لكل حاجة. أنا عايز السماء تيجي عليه. عايز السماء تيجي عليه. بس تعالى قوم يا رب إلى راحتك. المبدأ أن الرب بيجد له راحة في الأرض. وراحة الرب في الأرض في هيكله في سكنه. وهذه الراحة مش عشان يجي يسكن في الهيكل بتاعه. لكن عشان يجي يقوم من هذه الراحة في الهيكل بتاعه. فراحة الرب قيام. راحة الرب. الرب يجد مكان راحة لي في الأرض. ولما بيجد مكان لي راحة في الأرض بيقوم. الرب يدور على مكان راحة لي في الأرض. مش عايز أسبق الله. وراحة الرب فقط فقط هي في الإكليسية بتاعته. أوكي مش هقول جملة روحية. راحة الرب فقط هي في قلبك اللي بيعبد ببساطة بدون تدين. راحة الرب فقط هي في بساطة قلبك اللي مش بيقول جمل محفوظة قدام الرب لكن ببساطة بيطلع فاض قلبي بكلام صالح. هنا ربنا بيرتاح. لو أنت بتقول محفوظات هو بينزعج. قال لهم كده في أشعياء 1 قال أنا سئمت محرقاتكم. يعني بيدوا محرقات. ذبيحة المحرقة دي أغلى وأقدس ذبيحة في العهد القديم. فبيقدموا محرقة للرب ويقول أنا ربنا بيقول أنا زهقت. سئمت محرقاتكم. ليه؟ الرب مش بيدور على ذبيحة محرقة. الرب بيدور على القلب. والقلب ده مش بيقدم حاجة جامدة. لا القلب ده بيقدم حاجة تلقائية ببساطة. ورب يدور على مكان راحة لأنه لو لقى مكان راحة بيرتاح. ولو ارتاح بيقوم. ولو قام قم يا رب يتبدد جميع عدائك. لو الرب يجد مكان راحة في حياتك مش بس هو بيقوم. هو بيقوم بيك. بيقوم فيك. فأنت بتخرج. دي الإكليسية الخارجة. ده معنى كلمة إكليسية. أنه وجد مكان راحة. فالرب مش بيجي يرتاح في اجتماع زي اجتماع زي كده عشان نقعد نلف حوالين نفسينا. بيجي بيرتاح في هذا الاجتماع عشان تخرج لشغلك او لبيتك او حياتك بقيامة يسوع فيك. وبيرتاح في قلبك عشان تتحرك من هذه الراحة بقيامة يسوع. قم يا رب الى راحتك.
هو جابها من مين؟ جابها من داود. بص على مزمور 132، انتوا موجودين؟ مزمور 132 داود عدد 8، قم يا رب إلى راحتك. بس هكمل بقى. فسليمان أخذ دي من داود، قم يا رب إلى راحتك، أنت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر، أتقياءك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. أقسم الرب لداود، ده داود اللي بيتكلم، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. فداود اللي بيتكلم إن سليمان ثمرة البطن أجعل على كرسيك. عدد 13، لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له. هذه هي إيه؟ هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. رب يشاور على الإكليسية يقول هذه هي راحتي، هناك أسكن لأني اشتهيتها. ورب يقوم في هذه الراحة. كلكم عارفين يوم السبت هو يوم الراحة في الشريعة اليهودية، سواء قبل ما يبقى يوم الراحة في الشريعة اليهودية هو اليوم اللي فيه استراح الرب. وفي اليوم اللي فيه استراح الرب كان الرب يسوع هو على الأرض بيشفي، قوم في راحتك. انتوا هنا في يوم الراحة، هو قيامة الرب، في راحة الرب فيك هو قيامة الرب. عايز المعجزات تزداد في حياتك، خليه يشاور عليك ويقولك أنا برتاح هنا. عايز آيات وعجائب تحصل، خليه يشاور عليك ويقولك هذه هي راحتي. يبص على قلبك كده، أنا برتاح هنا، هنا أسكن إلى الأبد. ليه؟ لأني اشتهيتها، لأني دفعت ثمن غالي دم ابني فيها، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها، هذه هي راحتي. فتقف قدامه، تعالى ارتاح فيا يا رب. ويطلع بقى الشرقي بتاعنا المشفق على نفسه الأعمى اللي بيلف، ارتاح فيا ايه ده، انا اللي مش مرتاح. فرد عليه وقوله لو هو ارتاح فيك انت هترتاح، ريحه انت هترتاح. يجي في ايدينا غلبة، يجي في ايدينا انا طول انا الشفق بقى عن نفسه. ارد عليه الرد اللي بيقوله الاطفال، يسوع جاء في المزود حبيبي، يسوع جاء مع الحيوانات، اتولد في وسط الحيوانات، فحيجي وارتاح. بس انت افتح له المكان، بس انت افتح له المكان. فبيشاور هذه هي راحتي إلى الأبد، هنا أسكن لأني اشتهيتها، طعامها أبارك بركة. لأنه لما بيرتاح كل حاجة بتتغير حواليك. مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، أتقياءها يهتفون هتافا، هناك أنبت قرنا، قرن يعني قوة، رتبت سراجا لمسيحي، أعداؤه ألبس خزيا وعليه يظهر إكليله. يعني إيه؟ أول ما رب يجد مكان راحته كل حاجة بتتغير، هذه هي راحتي. وصلوا لصلاها داود، صلاها سليمان، وبسبب صلوة داود، داود اتحرك في التكليف على حياته، وبسبب صلوة سليمان، سليمان اتحرك في التكليف على حياته. فلما رب يرفع مستوى التكليف بيرفع مستوى اختباراتك، بس اختباراتك مربوطة انك بتدي مكان راحة. تعال ارتاح في يا رب، تعال ارتاح في قلبي، تعال ارتاح هنا. ليه؟ لان انا محتاج ارتاح. بس تعال ارتاح، لان لما بيرتاح، لما ارتاح في هيكل سليمان، الامم جم لسليمان، ملكة سبأ جات لسليمان. ليه؟ لأنه ارتاح في الهيكل. لما رب يرتاح في الهيكل بتاعك كل أعدائك يسلمونك. لما رب يرتاح في الهيكل بتاعك طعامها أبارك، مساكينها أشبع خبزا. لأنه بيرتاح في الهيكل بتاعك بيغير كل أحداث حواليك للخير، بيدي قيمة ومعنى. خليني أروح معاك لأشعياء 61، أشعياء 61 إصحاح مشهور، فاكرينه؟ منظركم مش فاكرينه. شعر 61 هو الإصحاح اللي أرى يسوع في أول عزة وعظها في إنجيل لوقا. روح السيد الرب علي. إذن يبقى شعر 61 حصل ولا ما حصلش؟ حصل. يسوع قال اليوم، من 2000 سنة، اليوم قد تم المكتوب. أوكي؟ فده حصل، ده متأكدين أنه حصل، ما فيش. أوكي،
فيقول لك ايه ده في الاصحاح اللي حصل. هقول لك ايات انت هتوافقني عليها، بس هقول لك ان جنب الايات دي ايات انت هتتخض منها. زي ما انت هتوافقني عليها وتقول امين بفم مليان، لازم توافق على الثانيه وتقول امين حتى لو الثانيه تكليف اعلى. اوكي، فانا هجرجر رجلك. عدد 7، عوضا عن خزيكم ضعفين. ايه رايك؟ عوض عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في ارضهم ضعفين بهجة ابدية تكون لهم. انا الرب محب العدل مبغض المختلس بالظلم، اجعل اجرتهم امين اقطع لهم عهدا ابديا. ماشي اوكي، ده حصل في سكيب الروح، ده ليك. اوكي كمل. يعرف بين الامم نسلهم، ذريتهم في وسط الشعوب، كل الذين يرونهم يعرفونهم انهم نسل قد باركه الرب. ده تكليف اعلى شويه، ده مش كل التكليف لسه. على 4، يبنون الخرب القديمه، يقيمون المحشات الاول، يجددون المدن الخربه، محشات دور فدور. ده تكليف. طيب لما بيعملوا كده بيخرجوا من نفسهم عشان يجددوا المدن الخاربة، ده في مستوى الروح. يقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. دي نتيجة للتكليف. أول ما الكليسية تفهم أنها مدعوة أنها تجدد المدن الخاربة. مصر مليانة غي ومليانة غباء، بس مصر مدعوة لحكمة أنها تقود العالم. فلما تقف الكنيسة عشان تجدد هذه المدينة الخربانة اللي اسمها حكمة في بلدنا، الملوك يكونوا تحت أمركم. هتفهم حاجة، ده مستوى من التكليف. لأن احنا بنشوف بلدنا كده طلعت في الميكروفون ما طلعتش، عشان ما طلعتش اطلعها. لما بندرك ان التكليف اللي علينا نجدد مدن خاربه، ايه المدن الخاربه؟ مدن زي الحكمه، مدن زي العباده، مدن زي الخروج من التنشيفه اللي فيها معرفه الخير والشر، للنعمه، تصديق الرب الصالح اللي بيمطر على الابرار والاشرار، تصديق ان الرب يحب اللي بره جدا، مش هيحرقهم بنار وياكلهم بسكين. لان لما بتصدق انه هيحرقهم بنار ويقطع راسهم بسكين بتجيب قضاء عليك انت. دي حته على جنب كده. لما بتصدق ان ربنا هيحرق الناس التانيه دي بنار، انت بتجيب قضاء عليك لانك بتاكل معرفه الخير والشر. هو ايه اللي خلاك انت ما تتحرقش بنار؟ النعمه. واللي هيخليهم هم لو صدقوا النعمه ما يتحرقوش بنار؟ النعمه. فاهدى كده. اوكي، حته جانبيه مش مهم. اوكي، فيجددون المدن الخاربه، ولما بيقفوا يجددون المدن الخاربه يقف الاجانب ويرعون غنمكم، يكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. الظروف اللي حواليك تبقى بتخدمك، حتى الغريب اللي ما تعرفوش بيخدمك. ليه؟ لانك جددت المدن الخربانه من حكمه، من محبه. من تعرفوا الفرح في بلدنا؟ اخبار الناس اللي ماشيه في الشارع مبتسمه، اخبارهم ايه؟ دي مدينه خربانه، ايه الاخبار؟ ليه وش الكنيسة زي وش الشارع؟ الكنيسة محتاجة تلبس شوية فرح، تلبس شوية نعمة، تلبس شوية ابتسامة للآخر. أوكي، برضو على جنب. ماشي. عدد 6، أما أنتم فتدعون كهنة الرب. أنتم تدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا. رب يرفع مستوى التكليف. تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. أوكي. كورنثوس الأولى، أنتوا هنا؟ أوكي. كورنثوس الأولى مش بس بيرفع مستوى اختبارات، كورنثوس الأولى صح 3 بسرعة. عدد 11، لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. كان أحد يبني على هذا الأساس ذهب وفضة وحجارة كريمة، خشب وعشب وقش. عمل كل واحد سيصير ظاهرا، أن اليوم سيبينه،
لأنه بنار يستعلن وتمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ببساطة بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول لك في أساس هو يسوع المسيح، وإنت وأنا بنبني، كل الناس بتبني فوق الأساس ده. يعني الإنجيل مش إنجيل خلاص فقط، ده الأساس، بس الإنجيل لأنه إنجيل ملكوت مش فقط خلاص، فالأساس يسوع المسيح بيتبني على أساس إنجيل الخلاص، إنجيل الملكوت، وإنجيل الملكوت ده الهيكل المملكة. ففي ناس بتبني بذهب وفضة وحجارة كريمة، في ناس بتبني بخشب وقش وعشب. يقولك في اليوم هتمتحن النار عمل كل واحد. الخشب والقش والعشب حصلهم إيه في النار؟ بتحرق، مش موجودين. الذهب والفضة والحجارة الكريمة دي بتبقى وبتلمع. وبولس الرسول ببساطة بيقولك أنت محتاج تبني على الأساس بتاع يسوع، على الخلاص بتاعك بذهب وفضة وحجارة كريمة. تقول لي وانا اجيب من فين دولة؟ اقولك ارتاح جدا، يسوع مش عمره هو بيرفع مستوى التكليف، فبيرفع مستوى الحاجات الروحيه اللي بيحطها جواك. فاكرين النجمه والنسر والسيف؟ هو ده الذهب والفضه والحجاره الكريمه، بيحط جواك ودائع من مواهب الروح، من ثمار الروح، من سبع اظهارات الرب الروح القدس، من حكمه، من مشوره، من فهم، من مخافه الرب. يحط ودائع. فانت واقف في البيت رب هيقوم معدي ويقوم حاطط نجمة ونسر زيادة. ليه؟ بيحط ذهب وفضة وحجارة كريمة جواك عشان ما تبنيش بخشب وقش وعشب ويتحرق بالنار، لكن بيحط جواك من هبات، من ثمار الروح، وداعة، تعفف، طول أناة، صلاح، بر. بتوقف قدام الرب والرب يقوم حاطط هذا ال 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 الودائع دي. كتاب المقدس يقول لك كده في أشعياء 54، بس ما عندناش وقت نفتحها، بيكلم الكنيسة، بيكلم الإكليسية، يقول لك كل تخومك حجارة كريمة. كل حتة فيك، كل حتة فيك حجارة كريمة. يعني ايه؟ يعني رب جاي لما بتقف قدامه عايز يعمل ايه؟ عايز يملى ذهنك بذهب وفضة وحجارة كريمة، عايز يملى قلبك، عايز يملى مشاعرك، نفسية، اخبار النفسية، ازاي صح؟ ازاي صحتك النفسية؟ تكتئب من غير لازمة؟ تيجي بدل ما تقعد قاعد مكتئب من غير لازمة، تيجي تقف قدام الرب تقول يا رب انا مكتئب من غير لازمة بس بحبك. وخليك واقف قدام الرب وشوف كده، شوف النار بتنزل، شوف حيعدي ناقل، لأنه بيرفع مستوى التكليف، فبياخد المكتئبين عشان يستخدمهم، بياخد المكسورين عشان يبنوا، عوض عن خزيهم ضعفين. فأنا بكتئب بسهولة، أنا ما أتلخبط بسهولة، مش عارف إيه بسهولة. حلو حبيبي، أوكي، ده اللي بتحرق بنار. وقف قدام الرب، لأن الرب يفتح لك، الرب كنزه الصالح السماء، ويقوم ممطر عليك، لأن ده زمن مطر في حينه مش لأجل برك. انتوا موجودين؟ انا بمشي بسرعه. اخر حاجه، افتح معايا انجيل متى. متى 4. قصه مشهوره، ممكن تقراها من لوقا او تقراها من متى. هي لوقا 4 ومتى 4، بس هبص عليها من متى. متى 4 عدد 11. متى 4:11 شايفينها؟ اوكي، ميرسي. تركه ابليس. اللي عيشه ما يشوف. تركه إبليس. دي جملة جميلة مش كده؟ وكملتها جميلة برضو. إذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. مين يحب الآية دي؟ تركه إبليس. وجاءت ملائكة. أتموسفير بتغير، أجواء بتتغير. ليه؟ تركه إبليس وجاءت ملائكة لتخدمه. عايز في نقلة في السلطان علشان تحسم مواقع بيهاجمك فيها إبليس وتنتصر بسهولة. بوم بوم بوم. إمتى تركه إبليس في لوقا؟ يقول لك لما أكمل إبليس كل تجربة ومنجحش، يعني تركه إبليس. في نعمة في هذا الزمن عشان الحاجات اللي
تفضل ماشي وتقوم جاية تقوم موقعك تنتصر فيها. لما يجي الهجوم اللي انت متعود عليه ما تعملش ردود الفعل القديمة، واثبت عشان تنتصر فيه. حاول الجملة دي مرة تاني لغاية لما التليفونات كلها تبطلت او كل التليفونات بترن عشان لما يجي الهجوم اللي انت معتاد عليه من عدو الخير، في نعمة انك تنتصر عليه. قال يسوع مكتوب، جاله في حاجة تاني مكتوب، جاله في حاجة تالتة مكتوب. لما خلصوا دولة تركه إبليس. عايز تركه إبليس؟ وقف في الحتت اللي انت تعودت انه بيهاجمك فيها، واثبت هنا في الزمن ده. لان لما بتقف في ال1 و2 و3 دول الحاجات اللي بيجيلك فيها، لما بتصدق النعمه في الوقفه وحسم لن تدخل الحته دي تاني، مش هتسرق الحته دي تاني، مش هتسرق ذهني مره تاني، مش هتسرق القداسه مره تاني، مش هتسرق الحته دي مره تاني، وتقوم راسم خط كده اهو. لما بترسم الخط في حاجه بتتغير في الموسم، ابليس بيفارق وملائكه بتيجي تتحرك. ليه ده بيحصل؟ لان في نقله في التكليف. لان في نقله في التكليف، ايه اللي حصل؟ يسوع ده رجع بعد نهر الاردن مليان، عدى بالحته دي، انتصر في المواقعه دي، تركه ابليس، الملائكه جت تخدمه، فرجع بقوه الروح. حصل نقله في النعمه، لان حصل نقله في التكليف. في نهر الاردن اتملى بالروح القدس. يسوع مثال لينا عشان كده اتملى بالروح القدس. تقولي ده ملء اللاهوت جسديا، اقول لك اه، بس كان لازم يخش في يوحنا علشان ينبغي انه يكمل كل بر عشان يتملي بالروح القدس. كان لازم يمر بالتجربه لانه واخدنا معاه، احنا كنا معاه. فانت كنت معاه في معموديه الاردن، كنت فيه، وكنت فيه في انتصاره في جبل التجربه. انت كنت فيه في انتصاره في جبل التجربه. لما يسوع انتصر في جبل التجربه انت انتصرت. فلما ابليس تركه في لوقا يقول لك الى حين، لما ابليس تركه والملائكه جت تخدمه انت كنت فيه. عايز تختبر الاختبار ده؟ صدق باختبار انتصارك في جبل التجربه. صدق في اختبار انتصارك انت في جبل التجربه، لانك انت كنت فيه. صدق اختبار انتصارك في جبل التجربه، هتختبر فيه ان الاجواء تتغير والملائكه تتحرك عليك، لان التكليف اللي عليك عالي والتكليف اللي علينا عالي في الزمن اللي جاي. رب يرفع مستوى التكليف علينا، فمحتاجين نقف في حضوره. ليه؟ لأن اختبارات جديدة هيحط فينا ذهب وفضة وحجارة كريمة. وإن ثبتنا وصدقنا في اختبار انتصارنا، في حاجة تتغير، في شفت في الجو. إبليس كان بيحاربك لفترات طويلة، فارقه إبليس وجاءت ملائكة لتخدمه. تعالوا نغمض.